موجعة تتلقاها ميليشيا الحوثي وصالح في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وذلك بعد تصعيد غير مسبوق من قبل الميليشيات. تصعيد قابله رد عنيف من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهة نهم، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من دحر هجوم شنته الميليشيات الانقلابية على جبهة الميمنة بجبال يام شمال شرق فرضة نهم. ما بين المعسكر الفرضة وخطوط العدو 5 كيلو. يعني أنتم متقدمين 5 كيلو من بعد؟ طبعا من بعد معسكر الفرضة 5 كيلو، وإن الفرضة بعيدة عن متناول الإنقلابيون كل البعد، وما هي إلا يتمنون في أنفسهم أنهم متواجدون معسكر الفرضة. 40 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح سقطوا ما بين قتيل وجريح بعد تمكن قوات الجيش الوطني من إفشال محاولة تقدم لهم، وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة استهدفت عددا من الآليات والعربات العسكرية. هناك خسائر كثيرة في صفوف الإنقلابيين، بحدود 40 قتيل من الإنقلابيين في ميمنة الميمنة، وإنما من الجيش الوطني والمقاومة 4 شهداء و11 جريح. مع كل محاولة تقدم للميليشيات تتمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تنفيذ هجمات مضادة، وتسيطر على مواقع وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية والتي أصبحت تلفظ أنفاسها الأخيرة. كر وفر على طول خطوط جبهة القتال في جبهة نهم، وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحررون موقعا تلو الموقع على طول خطوط المواجهة، ووجهتهم القادمة نحو العاصمة صنعاء. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل، فرضة نهم شرق صنعاء.